صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاوني، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر بسمان الزاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي المعظم، صدرت إرادتكم الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة دولة الدكتور بشر هاني الخصاوني، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء يعين معالي المهندس محمد جميل موسى النجار وزيراً للمياه والري. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي السيد علي حمدان عبد القادر العايد وزيراً للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي المهندس وجيه طيب عبد الله عزايزة وزيراً للنقل. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزيراً للعدل. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي المهندس خالد موسى شحاد الحنيفات وزيراً للزراعة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور محمد خير أحمد أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي الدكتور معن مرضي القطامين وزيراً للعمل. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي المهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. يعين معالي السيد مازن عبد الله هلال الفراية وزيراً للداخلية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. شكراً سيدي صاحب الجلالة.